العمل راح يكون من الاعمال الضخمه اللي راح يتصور ان شاء الله في المملكه العربيه السعوديه. اي تي بالعربي يكشف وصيه زوجة حبيب غلوم لعبد المحسن النم. بالامان. السلام عليكم. والنجم الاماراتي الدكتور حبيب غلوم. ما فيش شك ان حبيب غلوم وعبد المحسن النمر هما من ابرز الاصدقاء في الوسط الفني العربي والخليجي. فقوة الصداقة بينهم واللي عمرها حوالي 40 سنة بنشوفها في لقاءاتهم وأعمالهم وحتى المناسبات اللي بيتواجدوا فيها مع بعض واللي كان آخرها جوي أورد. يعني شعور اليوم شعور صاحب الدار المستضيف لكل هالضيوف الرائعين اللي موجودين في الرياض. نحاول نوصف أبو ناصر في كلمات، فأعتقد أن هذا مجحف في حقه. اللي قاعد يسويه اليوم للفنان السعودي شيء لا صار ولا سهل أن يصير، طبعا بدعم ومتابعة من سيدي صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان الله يحفظه ويطول في عمره. اللي قاعد يصير اليوم في المملكة العربية السعودية على مستوى الدراما على الأقل الخليجية أو السعودية، أتصور أنه يجب ألا نقبل بأقل من هذه الجودة. وفعلا فالثنائي بيحضروا حاليا لعدد من المشاريع الفنية أبرزها مشاركة عبد المحسن النمر في بطولة المسلسل الخيال السعودي قيامة الساحرة، واللي يعتبر الأضخم في تاريخ الإنتاجات السعودية. إن شاء الله هذا راح يكون السنة هذه راح يقدم، احنا انتهينا منه قبل 3 أو 4 شهور. وفي عندي العمل لرمضان، عمل خيوط المعازيب، وعمل يتكلم عن البيئة الأحسائية تحديدا، ويتكلم عن خياطة البشوت، هو عمل في أكثر من مخرج. أيضا إن شاء الله راح يكون من الأعمال الضخمة اللي راح تعرض على MBC، بالإضافة لمشاركته في فيلم سينمائي اسمه هجان، طبعا من إنتاج إثراء وشركة أرامكو، والعمل سينمائي خالص إن شاء الله راح يكون أيقونة بإذن الله على مستوى الإنتاج وعلى مستوى الفكرة والرؤية والإخراج. استحلفك يا مولاي، استحلفك بمالي عليك. أما حبيب غلوم فهو بيحضر كمان لعدة مشاريع ومنها مسلسل الجزوع. هو عمل محلي في الإمارات إن شاء الله، من إنتاج ظبيان للأخ سلطان النيادي، وكان في مشروع يعني إلى الآن مش واضحة الظروف بالنسبة للتصويره، من إخراج أحمد المقلة، راح يتصور إن شاء الله في المملكة العربية السعودية في المنطقة الشرقية إن شاء الله. وهتكون زوجته هيفاء حسين من أبطال مسلسل الجزوع، واللي لفتنا إنها ما حضرتش معاه إلى الرياض، عشان كده سألناه عن السبب. بدأ في البحرين لأنه راحت من فترة قصيرة تشوف والدتها وإخوانها وولدها، وجاي إن شاء الله راجعة على الإمارات للمشاركة في نفس المسلسل اللي هو الجذوع اللي أنا يعني مشارك فيه إن شاء الله. بس رغم بعد هيفاء عن حبيب إلا أنها أمنت عبد المحسن النمر ووصيته على زوجها في الحظ. هيفاء على فكرة وصلتني عليه، أنا هي وصلت أي ما نبغى نزعل مدام، وأنا أبغي أحد يزعلها مو ملاقي. أقول لك أنا المشكلة إن عبد المحسن يعني المدام وصيته علي، ف عشان كذي كأنها موجودة بالضبط. فالتوصية هي كانت بسبب الغير عليه، واللي باين انها متبادلة ما بينهم، خصوصا اننا شفنا حبيب بمزاحة حول محبتها لصوت راشد الماجد في لقاء سابق جمعناهم فيه. بس يطلع راشد الماجد في التلفزيون ما تسمعني انا، هذه مشكلة، كنا مسوينا ازمة في البيت. ورغم ان اللقاء ده بقاله اكتر من سنة، بس باين ان مفيش حاجة اتغيرت. بس تشوف راشد الماجد على التلفزيون انسى تسمعك. ومش بس راشد الماجد، حتى عبد المجيد عبد الله هو من فنانين هيفاء المفضلين. طبعا انا كنت استغرب دائما من حب هيفاء لاغاني عبد المجيد وراشد الماجد، طبعا في فيديو كل يوم تقريبا اشوفه، هذا التماوج مع عبد المجيد في اغنيه خاصه، يعني الجمهور الكل كل الجمهور يغني، شيء مو طبيعي.